أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل في 90 دقيقة، واصلين معاكم سفيان بن حميدة طارق الكحلابي، وتلتحق بنا أحلام العبدلي. نحكي على تواتر الاحتجاجات الليلية بين الاجتماعي والسياسي. أحلام مرحبا بي. مرحبا. نمشي وطول الصلب الموضوع. البارح تجدت المواجهات لليوم الثالث تقريبا على التوالي في حي التضامن وحي الانطلاقه ومجموعه من الاحياء المتاخمه تقريبا لحي التضامن بين الامن ومحتجين. الاشتباكات اللي بدات نهار الجمعه نذكره اللي فات بعد تشييع جنازه الشاب مالك السليمي اللي توفى متاثر باصابه في الرقبه تعرض لها في موفى اوت اللي فات، ويتهموا المحتجين كيف ما قلنا الشرطه بالتسبب في قتله. لكن وزاره الداخليه عن طريق مدير المكتب الاعلامي فكر بوزقايات أكد وأنها تمتلك تسجيلات مالك السليمي قبل وفاته، والشبان اللي كانوا معاه شهدوا بعدم تعرضه إلى العنف، وأنه ما يروج هو مغالطات. احنا تويكا باش نسمعوا شوية أو نشاهدوا شوية الأجواء اللي كانت موجودة في حي التضامن، واحد من أكبر الأحياء ديموغرافيا في القضية، واحد من الفيديوهات على طريق على شكل ستوري كان ينزل على شبكات التواصل الاجتماعي. القنابل المولوتوف وزجاجات الحارقة. عنا زادة فيديوهات أخرين الحي التضامن باش نعرضوهم تباعا. هذا فيديو آخر كيف حي التضامن وما إلى ذلك. الأجواء الاحتجاجات هذه تنطلق في الليل في أماكن شعبية، نعرف أن فيها مجموعة من الإشكاليات، فيها ربما أوضاع اجتماعية صعبة، فيها هشاشة على جميع المستويات تقريبا، خلينا نقول في مستويات كثيرة، فيها نوع من المعاناة، أرقام متاع فقر، مهدد بالإرهاب، بالتطرف، بالإجرام، بانتشار المخدرات، برشا إشكاليات أخرى. والأحداث يعني بدأت تتوسع وتكبر شيئا فشيئا، وبدأت تتنادى عن طريق صفحات على الفيسبوك ينادي وأنه الكرم يتحرك، وأنه مجموعة من الأحياء الشعبية الأخرى سيدي حسين كذا تتحرك، وابن سينا، وما معناتها أحياء ساخنة، خلينا نقولوا نقاط أمنية ساخنة تتحرك. اليوم العميد حسام أجباب اللي ينطق باسم الحرس الوطني يأكد وأنه تم الاحتفاظ بمجموعة من الأشخاص على خلفية الأحداث خلود اللي صارت هذه في التضامن. باش نسمعوا سي حسام أجباب لي ونرجعوا. في الثلاثة ليالي متالية من نهار الليلة الفاصلة بين 14-15 اندلعت احداث شغب بمفترق حي الانطلاقة وشارع ابن خلدون بالتضامن. تقريبا ثم اكثر من 600 شخص عنده رشقة دوريات بالحجارة والشماريخ وكذلك بالزجاجات الحارقة، حاولوا يخلعوا بعض المحلات والمؤسسات. تم التصدي لهم من طرف وحدات الحرس الوطني من مختلف الاختصاصات، سواء كانت التدخلات السريعة والطلايع ووحدات حفظ النظام المركزي، اضافة الى وحدات اقليم الحرس الوطني بأريانا، سواء كانت منطقه المنيهلة او منطقه التضامن، وتمكنوا من تفريقهم في عمليه كر وفر. تم استعمال الغاز مسيل للدموع والرصاص المطاطي. تم قبل في الليله الاولانيه على 6 انفار وتم الاحتفاظ بهم وباشرت فيهم فرقه الابحاث والتفتيش بالتضامن محضر عدلي بعد استشاره النيابه العموميه. وبالنسبه لبارح في الليل تم الاحتفاظ ب9 انفار وتم حجز العديد من زجاجات الحارقه، وفرقه الابحاث العدليه بالمنيهلة هي اللي تعهدت بالموضوع. ثم اصابات في صفوف وحدات الحرس الوطني، كذلك ثم إصابات في وتم تهشيم بعض السيارات الإدارية. الخسائر على مستوى ربما المعدات اللوجستية للوزارة الداخلية هي في الحقيقة تواترت، هذه حتى في احتجاجات قرقنا شفنا احراق سيارات امنية برمتها والقائها في البحر، كذلك الاعتداءات على المراكز، الحملات وقتها بتاع اللي تداعى لها البعض من اجل احراق المراكز الامنية. تواتر احداث محاولة احراق الامنيين والديوانية خلود، شفنا الحالة هذه في التضامن في من خلال الفيديو هذية اللي موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة رمي أو رشق سيارة أمن بقنابل المولوتوف. هذه زادها باش نشوفوه في بنقردين نفس الشيء اللي صار على المعبر كيف المعبر الحدودي في راس جدير اللي يشهد حالة احتقان نهار سبت 15 أكتوبر، شهد حالة احتقان كبيرة جدا وتوقفت. هذه بالتزامن مع احياء ذكرى 15 أكتوبر وتنقل رئيس الجمهورية إلى بنزرت، وكذلك
بالتزامن مع اندلاع وخلينا نقوله تزايد زد وتيرة الاحتجاجات في حي التضامن مع مجموعة من التوترات الأمنية الأخرى، زاد هكا الطفيفة هنا وهناك، توقفت الحركة كما قلنا، توابير من السيارات على الجهتين، جهة ليبيا وجهة تونس، أقدمت مجموعة من التجار على إشعال العجلات المطاطية وما إلى ذلك. التحركات هذه اللي جات بعد إقدام تجار زاد على محاولة حرق أحد أعوان الديوانة بعد ما تم ضبط مجموعة كمية من السجائر المهربة عند أحد التجار. باش نسمو احنا واحد من المحتجين في بنكردين شنو قالوا، نرجعوا. والله الأسباب منا من كثرة تضييق الخناق على التجار مدينة بنكردان. أنا جاء اليوم أنا في المعبر، فهمي كنت جاء أخوي مسؤولين اليوم في المعبر، قالوا لنا التجارة البينية هذا اللي تتجروا فيها يلزم منها برا ديروا حل في مدينة بنكردان. قلنا لهم أخوي راه ما عندنا حتى، احنا قلنا اللي معنا حتى حل، يقول المتدخل في هذه الحالة الغليان في المعبر الحدودي كيف ما قلنا راس جدير. نقابات الديوانة ردت وأنه الطبيعة العون الأمن كان في إطار تطبيق القانون، وأنه اليوم مع هذه السلع المهربة أو الأعوان الأمنيين ذوما أو الديوانية اللي قاعدين يطبقوا أو يفرضوا في النظام العام يتعرضوا إلى أحداث خطيرة وخطيرة جدا. قاعدين نشوفوا في برشا تغطية احنا الاحتجاجات وحديث الاحتجاجات، لكن في المقابل فما محاولات حرق مواطنين توانسة حيين اللي هم نحكيوا على الامنيين وعلى الديوانية. نجيو خلود، احنا نحكيوا بكري في الاوف على بطبيعة الاحتجاجات الاجتماعية موجودة، فما وضعية اجتماعية صعبة تراكمت لمدة 10 سنوات والمسؤولين عليها كيف ما قلنا مش توا باش نقعدوا نعدوا فيهم، لكن معروفين وظاهرين بما فيهم الناس اليوم تنتقد في الوضع الحالي. لكن اليوم فما سيناريو خلود، وأنه كلام برشا يتقال على أنه فما محاولة للتصدي للانتخابات الجاية عن طريق الاحتجاجات هذية، أنه الاحتجاجات هذية قد تكون في جزء كبير منها مشروعة أو موجودة فيها زادة جزء آخر اللي هو يريد التطاول على الدولة أو يريد أن يجعل أنه لا قانون هو السائد، أنه أنا نهرب الكمترة وما تكلمنيش، أنه أنا نحرق وما تكلمنيش، أنه أنا نحرق سيارة متاع أمن وما تكلمنيش، أنه أنا يعني فما فرض اللا قانون. اليوم فما سيناريو أو حديث على أنه فما محاولة ربما لتوظيف أو لاستغلال الاحتجاجات هذه من أجل التصدي لإنجاز الانتخابات القادمة في أوانها. ومبكري وإحنا نتسائل ربما ماذا سيكون رد فعل رئيس الجمهورية ولا ما هي السيناريوات المطروحة في المدة القادمة. بطبيعة ديما نقوله وأنه فما أزمة اجتماعية خانقة وأنه فما جزء مهم من التحركات هذه عنده المبررات نتاعه. مكلا بعضها احنا نقوله مكلا بعضها احتجاجات في الليل وين وكيفاش، يظهر لي فما جزء حللناه لهنا بالكدا وقت الاحتجاجات السابقة، هو أنه الاحتجاج عادة يكون على قرار أو طريقة حكم أو تقصير لاحظوا المجتمع في علاقة بالمعيشة نتاعه الاقتصادية والاجتماعية. اليوم نحكيه على احتجاجات وقع ديكلانشمون تاعها صار من خلال حسب ما يقولوا اعتداء على شاب من قبل الأمنيين، وزارة الداخلية تكذب، استهداف المراكز الأمنية واستهداف الأمنيين كيف كيف صار العديد من المرات. فما البعض يحلل بالطبيعة هو مرفوض تماما، ولكن يقولك هذيك سي لا ريبريزونطاسيون دو ليتا، هذيك الدولة بالنسبة لهم هي ممثلة في عون الأمن هذيك لأنه يحتكر عنف الدولة، لأنه مركز الأمن هذيك بالنسبة له هو إلساتاك أليتا. الحالة متاع الكمول اللي صايرة اليوم طارق، هل يمكن أنها تؤدي فعلا المقاربة اللي طرحتها أحلام؟ أو التساؤل هو أنه الاحتجاجات الاجتماعية اليوم تنجم تكون نتيجتها أو يراد بها تعطيل المسار في علاقة بالانتخابات التشريعية، ما نوصلوش معنا مناش باش نخليهم يوصلوا. ما أنا ما نتصورش الرئيسي هو خطة خلق حالة احتقان، الهدف متاحة هو مسألة الانتخابات. ينجم فما شكون الرقوب على حالة احتقان يحاول يوظفها، ما ينجم. وأنا قبليك حكينا اللي فما بعض الشعارات حتى في المسيرات الزوز متاع اللي صاروا نهار السبت اللي تحاول تربط مع اللي صاير في حياة التضامن وتربط مع اللي صار تحاول. لكن كيف ما قلت أنا قبل، الاحتجاجات الاجتماعية إذا كان باش تتوسع وتتعمم، وهذا سيناريو ممكن ما نعرفوش وقتاش، خاصة في ظل السياق الاجتماعي العام والسياق الاقتصادي العام، إذا كان باش تتعمم فلن تستهدف فقط قيس سعيد، ستستهدف كل النخبة
السياسية والحزبية المسؤولة في الدولة عموما الآن وسابقا. يعني ما هيش مش تكون مش باش تقول ليه أنا حاجتي كرم قيس سعيد، ليه الكل معنيين بما فيه اللي توا. لهنا في قراءة عكسية اليوم، إذا كان الانتخابات التشريعية تصير في تونس فإنه المشهد السياسي سيتغير جذريا، يعني حتى الأحزاب اللي موجودة لن يكون لها وجود حقيقي بالطبيعة. في البرلمان هذه النتيجة، لكن يعني هي ليست لها القدرة، معناتها بالعربي ما عندهمش القدرة حتى باش يوظفوا. هاو من الآخر المسألة مش مسألة رغبة، نجم انت تقول هذه مش في صالحي لكن هو غير قادر، انت غير قادر انك تعبئ ساعة قاعدتك السياسية. حتى كان يحبوا يعملوا ما يعني هنا الاشكال وعلاش ما ينجموش، لانه الناس اللي تحتج اجتماعيا عندها موقف منك، زي كيما عندها موقف من قيس سعيد. ماليش موقف كان من قيس سعيد. الحاجة الاخرى جوست بسرعة، انا لهنا فما زيد نرجعوا للاصل، عندنا معطيات قدامنا يا اخي. شنو هو السبب بتاع الاحتجاجات لهنا الديكلونشور؟ أنا في حالة تضامن الطفل اللي معناتها عائلته قال دزوه، والداخلية قالت نحن عنا التسجيلات. اي شنو نسكروها معناتها القضية؟ ما الناس كي تحس نعاود وراه، كي الناس تحس اللي انت تحب تسكر الموضوع واللي مسألة العنف الأمني نسكروه نحطوه على جنب، الناس تحس بالحقرة زاد. الناس في جرجيس كي تحس اللي ماكش لاهي بيهم وما لوش عليهم ودفنتهم في مقبرة الغرابات، سي نورمال باش يحتاجوا. توا ونحن نحكيو قبيلة في الصباح واحد من الأولياء والد واحد من المفقودي. أيوة. العودي اللي يلقاوه حسام العودي اللي يلقاوه بوه بو طفل الواحد من المفقودي، هو وناشط من غديكة على الكنيس، وقع اعتداء عليهم وإيقافهم في جيبس. هما تو بشين اخي تو تزيد تحب تزيد تحل الجرح حتى الناس تحتاج. ما والله على أي أساس محكمة جيبس تجاوبنا؟ يعني مشنو على أي أساس؟ يعني نحب نقوله اللي دي ديكلونشور توا كيما سمعنا متاع بن قردان جاه قال، وهو على العهدة على الراوي، هو قال جاني الديواني وقال لي هذه مسألة اخي بن قردان تنجم تعيش من غير تجارة بينية غير منظمة؟ اخي توا هذا كلام يعني ما نعرفش شنو هو اللي صاير اللي مخلي بن قردان كانت لباس وفجأة وقفوا للواحد لباس شفما. اخي توا هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بن قردان والجنوب جيد وعندهم مصادر اخرى، من وقت من القرن التاسع عشر التجاره البينيه غير المنظمه ما تعملتش في العشر سنوات اللي فاتت. معناها كي تبدا الدنيا سخونه اجتماعيا ما عادش نسترجع ولا نستحضروا القانون. ليه معناتها كان تقول لي توا ظهر لك باش تسترجع القانون في الظروف هذه تحب تزيد شعاله فزي اخويا رجل امورك. التجارة البينية غير المنظمة للناس اللي ما تعرفش تاريخ التجارة البينية غير المنظمة من 19 سيكل ومن بورقيبة واصلة من وقت بن علي وكانت منظمة بشكل غير منظم. هاي افهمها كما اللي تفهمها، كان فما التفاهمات انه تصير تجارة غير منظمة تحت عينين الديوانية والبوليس وغدعه يعمل دعوي ومر لانه ما عندهمش ليهم حلول اخرى في العالم الكل. سي سامبل في العالم الكل توا ظهر لك باش تنظمها بالظرف هذايا الدقيق بتاع تضخم يوصل 10% ممكن بعد شهر. في العالم الكل فما تجاره غير منظمه بينيه في المناطق الحدوديه، هذه حتى بلاد ما تمنع منها. اللي صاير نحب اذا تقول لي انت هذا الغايه منه عرقلت انجاز الانتخابات، نقول لك بكل وضوح هذا غير ممكن، غير ممكن لسبب بسيط، هو انه الحراك الشعبي اليوم في قطيعه تامه مع المجتمع السياسي. ما عندهمش علاقه بكل ببعضه ما عندهمش علاقه، ولهذا المجتمع السياسي غير قادر من الاستفادة من التبلبيز اللي نجم يصير في الشارع. نرجع للزوز دوسيات تحية تضامن المنيهلة ومتاع بن قردان، في الأصل زوز دوسيات مختلفين على بعضهم تماما، ولكن توا الالتقاء سامحني سفيان واللي طارق قال عليه توا ومهم وخطير هو طريقة تطبيق القانون. ليه طريقة التعاطي قبل كيما الوليد مالك عائلته يقولوا وقفوه على موتور بلاش رخصة الله يرحمه، هو طيحوه، هو يقول لك انا نطبق في القانون. تعرف شنو هو الديكلونشور؟ الديكلونشور هو كي تجيك انت وزارة الداخلية تقول لك راني عندي أدلة تثبت وشهادات أنه راو البوليسية ما دازوهش، وقل لك شبيك تقولها في اليوم الثاني ولا الثالث متاع الاحتجاجات. عندك شهر وبعد قديش الرجل في البلوك، عندك شهر الولد في البلوك طاحت فيها التونسيون،
شبيك ما استغليتش انت كي تنسيون طايحة وقتها تعطي أدلة وتعمل كومباني متاعك كومباني دانفورماسيون دو فاسون اللي تقنع الناس وقت اللي هما عصابهم معناها ماهيش متوترة. فهمت المشكل وين؟ انك كي تعمل غلطة متاع كومينيكاسيون عندها تبعاتها في الواقع في الليل. وشنو هو الاختر؟ الاختر هو انه استهداف في اجساد في اشخاص قوات الامن، مش ضربوا مركز بالحجر، هذا ضربوا كرهبة فيها بوليسية في وسط عباد بالكوكتيل مولوتوف، استهداف دونك استهداف للحرق. فهمت اكزاكتومون كيما في بنقردين، انه كي تصب على انت ديواني ما كانت الاسباب، عندك الحق عندك ما عندك ما عندكش حق الموجه هذاك، المهم كي تصب على ديواني الجاز وتحب تشعل فيه النار، معناها انت استهداف للشخص للحرمه الجسديه نتاع الناس هذاك، معناها انت تحب تقتله. وهي جريمه زي حلول. هي جريمه فظيعه، ولكن انا اللي خوفني هو انه ما نلقاوش قدام القطيعه الحاصله، قدام انعدام التواصل. ديواني كيمشي موت صوفيا، قدام انعدام التواصل، قدام ان تتصدى للتجاره البينيه في غير وقته. قدام لا 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 ديواني ما هوش هكاك الوحده، فما قطيعه اليوم ما بين رجل الامن مهما كان رجل الامن لا 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 لا. وما بين المواطن لسبب او لاخر. انا شو نقول لك بكل برود التعصاب، انا نعتبر ان القوات الحامله للسلاح من واجبها حمايه القانون وحتى استعمال السلاح، هذا ثابت وفي كل الحالات. اما شنو العباد الكل تتحاسب، العباد الكل تتحاسب وقتاش فما طريقة بسيطة ما حبيناش هاربين منها اللي هي الكاميرا ومباركي، هذه تعطيك حقك وتاخذ حق العباد. لا مهمة ماهيش هي الحل هذا جزء كبير من الحل. أنا جزء كبير من الحل. أما علاش ما يومش يحبوا ما يحبوا إيش لأنه مازال الفساد ينخر في في جسم الاسلاك الحامله للسلاح. لكن انا المشكل بالنسبه لي هو السياسه العامه، راهو الاعوان في النهايه هم اعوان تنفيذ، هذيك اسمهم حتى تنفيذ ماذا؟ تنفيذ السياسات العامه للدوله، انك تقدم انك توخر انك تحصر انك تطبق القانون لهنا توخر غديك، ما تعملش حرس بحري يطفي الضوء هجرة غير منظمة وقت معين، انك ما تراش بعض الشبكات في اوقات معينة، انك تجارة البينية تعرفها ماشي نهار وليل ظهر لك توا هذه السياسات عامة. هذه السياسة فما شكون يقولوا دخل في حاله هستيريه من المواطنين على خاطر عنده دخان في من بين البضاعه ورفض استكمال بقيه الاجراءات الديوانيه الكلهم، وقال لهم باش نتعدى كمام وتخلي في حاله هذا يحسب بلغ ديوانه. هذه السياسه ما تخليهاش في وجه عوين التنفيذ، عوين التنفيذ هما ينفذوا. شكون نعني بالسياسه؟ هو المشرف على الدوله. خلينا نرجعوا الاول الحصه اليوم، مشرف على الدوله شنو خطاب؟ خطابه المسايسة في وضع احتقان، نحن في وضع احتقان، الأمور تنجم تشعل، عنا ألغام اجتماعية في كل بلاصة، شنو نعمل أنا كي نبدأ عندي ألغام وأنا مشرف على السلم أهلي متاع الدولة، شنو نعمل؟ نبدأ نسايس، نبدأ نقول للناس بشوية رانا نمروا في وضع صعيب، ولا نقول لهم الخونة سنجليهم وبكم وعليكم، ولا أما معايا ولا ضدي، وأما معايا ولا ضدي باش يساهم في الاحتقان. باش يخلي اما معاه ولا ضده، اما مع عوان التنفيذ ولا ضدهم، هو يزيد يشام. شفتك المولوتوف هذاك امتداد للمولوتوف الكلامي، المولوتوف الكلامي يساهم خاصة كي يجي من شكون؟ مش من انا ولا منك انت، يجي من المشرف على وضع الدولة. انا الرغادي المشكل، الرئيس يلزم يعرف جيدا ماذا يقول
في حقل الألغام الذي سنمر به في الأشهر القادمة، مش توا، الأشهر القادمة في وضع احتقان اجتماعي. إذا كان ما يحسبش مليح كلامه، إذا كان مشكله الرئيسي هو الانتخابات باش تصير ولا باش ما تصير والقانون الانتخابي شنو فيه، فهو غالط خارج الخزمة. المشكل الرئيسي هو السلب الأهلي في الدولة، وهو معني بحمايته. واضح دونك مش عوين التنفيذ، عوين التنفيذ نفسه اللي يقولوا له معني يقول لك ما يحصل هو تواصل لخطاب المشرف على الدولة اللي هو رئيس الدوسيه اللي تدروا الحكاية تارك. أنا بصراحة نعتبر أنه تطبيق القانون من طرف القوات الحاملة للسلاح هو تطبيق دايم، ما يمشيش حسب الأهواء السياسية. غلط، الواقع مش هذيك، مش أهواء سياسية، الواقع مش هذيك. أنا نحكي لك التجارة البينية ايش تعمل لها سفير هام وزالك سؤال واضح. التجارة البينية من وقت كيفاش مش تواجه؟ الله يخليك، الله يخليك، استنيني لحظة. أنا نحكي لك على ما يجب أن يكون الواقع، شيء الواقع آخر. الواقع اليوم التجارة البينية غير المنظمة، ماناش الوحيدين اللي عندنا حدود، ماناش الوحيدين اللي عندنا حدود، فما دول الأخرى عندها حدود. إيش تعمل؟ إيه نشوفوا مثلا ما بين فرنسا وبلجيكيا، مش مدخل تعرف كيفاش عاملين، لا يقارن اش عاملين تونس وليبيا، غير يقارن فرنسا وبلجيكيا. أنا باش نقول لك شنو ما بين ما بين الدول الأوروبية، فما مشكلة كبيرة اسمها مشكلة الدخان. اش عاملين الديوانة؟ عندك الحق مثلا باش تدخل لسويسرا تجيب معاك تروا وكات كارتوش تاع الدخان اكثر. لا تو يحكي لنا على سويسرا وبلجيكا على الكونترا في القردان 6 كمان وما يحبش يتعدى 6 كمان. وكان 6 كمان معناها يخزر التصوير، معناها ضد القانون، معناها يخزر التصوير. هذه صحيحه، هذه صحيحه. ما عندكش في سويسرا عون تنفيذ بحوايج السيفيل، شد في يد سيجارو باللي صار وضع عادي، وباليدك الوحدة بتاع المسايل الدموع. ما عندكش في سويسرا الوضع هذا. يلزم الرجوعهم كيكا سياق اخر، يلزم انك استقرى له حسابه في تنفيذ السياسة وفي تقريرها وكذا. يلزم الرجوع. والله انا صدقت انا التصوير، قلت كلكو بار فوتوشوب واضح. انا حكينا بيجي ما صدقت نعمل كابيسا هاني جايك معناها. سامحني انا ورجل الامن وانا والمجرم شكرا لتصويرها كما نادي. نرجع غدوة للحديث على باقي التفاصيل. مرسي بوكو، شكرا لكم الكل. مع بعضنا كنا بالنص نهار الماضي ساعة ونص في 90 دقيقة. خليكم توت سويت مع زينب الميلكي. باي باي.